اكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضروره ان تقوم الدول الاوروبيه بمسانده عمليه التنميه في شمال افريقيا لتقليل عمليات الهجره اليها وفي حوار مع صحيفه الجورنال الايطاليه اكد مدبولي ان المراه المصريه حاليا تتمتع بمختلف حقوقها وتتولى مناصب مختلفه ولا يوجد اي تهميش لها بل هناك تمكين للقيادات النسائيه المتميزه في عده مناصب واضاف مدبولي ان مصر تتكامل مع دول العالم العربي ولا تتنافس معها موضحا ان الشعب المصري رفض محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتغيير طبيعته وهويته والتأثر بمنهج وفكر متطرف كما أكد مدبولي أن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي قبل كل شيء تحديث المناطق الريفية والاستثمار في البنية التحتية لتحسين الحياة في القرى كما أكد أن الحكومة تضع من بين أولوياتها ملف تدريب القيادات الشابة